الوقف حياة، الوقف معيل لا يمضى كالمطر يدا. يعتبر الوقف تجسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي وترسيخ لمفهوم الصدقة الجارية، لأنه يرفد الحياة الاجتماعية بمنافع مستمرة متجددة تنتقل من جيل لجيل وتحمل مضامينها العميقة في إطار عملي اللي جسده هو وعي الفرد بمسؤوليته الاجتماعية، ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه المسلمين، ويجعلوا في حركة تفاعلية مستمرة مع همومهم سواء الجزئية أو الكلية. لذلك كان الوقف في غالب الأحيان مصدره المجتمع نفسه وليس خزانة الدولة. ومن خلال مثلا كتابات الرحالة العرب نجد حيوية المجتمع ماثلة في المدينة الإسلامية، يتجلى هذا من خلال تنوع الأوقاف. مثلا ابن بطوطة يصف اللي شافه من الأوقاف في دمشق في القرن الثامن الهجري. الأوقاف في دمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها من كثرها، منها أوقاف للعاجزين عن الحج، منها أوقاف لتجهيز البنات لأزواجهن يعني اللي بيتزوجوا حديثا، منها أوقاف لفك الأسارة أو الأسرة، منها أوقاف لأبناء السبيل يعطوا منها للأكل ويزودوهم في طريقهم لبلدانهم، منها أوقاف لتعديل الطرق ولرصف الطرق. هذا اللي جعل الحيوية واضحة في المجتمع الإسلامي وفي تكافله. الوقف حياة. اليوم نتعرف على الأسهم الوقفية وناخذ نموذج السهم الوقفي في صحار. الحقيقة من التوجهات المجتمعية الحديثة في عمان هذا النوع من الأسهم في سبيل إحياء سنة الوقف. إطلاق عبارة السهم الوقفي ليكون أداة تنموية تساعد، وأساس مهم للاستجابة السريعة والفاعلة لتلبي حاجات المجتمع مختلفة، بالإضافة إلى أنها تتيح الفرصة للمساهمة لدى عموم المسلمين بمختلف مستوياتهم من خلال المساهمة في الوقف الخيري بشراء سهم أو عدة أسهم، يعتمد حسب قدرة المساهم. كذلك يتيح الفرصة أمام المؤسسات مهما كان حجمها، صغيرة، متوسطة، كبيرة، كلها ممكن تساهم. السهم الوقفي يتم تأسيسه بموافقة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتحت إشرافها ووفق لأحكام قانون الوقف وللائحته التنفيذية. عمله يقوم على أساس الأهداف اللي يؤسس من أجلها، سواء تكون هذه أهداف عامة أو أهداف خاصة. السهم الوقفي كان عبارة حقيقة عن مشروع رائد من المشاريع الرائدة اللي أطلقتها الوزارة، من خلالنا من لا يستطيع أن يساهم بإيقاف أرض من أراضي الأصولية يستطيع أن يساهم بدفع سهم من الأسهم الوقفية بعشر ريالات أو 20 ريال على حسب قيمة السهم الواحد. فكان هذا المشروع من المشاريع الرائدة بالمحافظة الشمال الباطنة، استطعنا أن ننشر فكرة السهم الوقفي اللي هي يا مواطن كيف تساهم لإحياء أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال هذا المشروع، أن تعطي أصل من أصولك وتبني به مشروع قائم دائم بإذن الله تعالى. يعتبر السهم الوقفي في صحار واحد من أقدم الأسهم الوقفية اللي أطلقت في السلطنة
بهدف نشر ثقافة العمل الخيري وبهدف إبراز أهمية سنة الوقف في تنمية المجتمع، وأيضا لتلبية حاجات بعض الفئات المجتمعية، لأنه يصرف عائد الوقف في إعانة الأسر المعسرة والفقيرة وفي رعاية الأيتام والفقراء والمطلقات وأوجه عديدة من العمل الخيري. السهم الوقفي يستقبل من خلال مساهمات الواقفين ويعاد تثميرها في جوانب استثمار مختلفة، بدأت بالاستثمار العقاري اللي يعد أول استثمار للسهم الوقفي في صحار اللي نتخذها نموذج في هذه الحلقة. طرائق استقبال المساهمات للواقفين متعددة، إما على حسابات السهم في البنوك الإسلامية اللي يتعامل معها السهم، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية اللي أيضا تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الوقف حياة. ونتعرف على تجربة أخرى من التجارب اللي كل يوم نتناولها من هنا وهناك. اليوم نتعرف على مؤسسة إيكيا الخيرية. هذه المؤسسة هي مؤسسة مستقلة أسسها الملياردير السويدي إنجفار كامبراد في عام 1982. هي حاليا من ضمن أكبر المؤسسات الخيرية في العالم. أنفقت المؤسسة 261 مليون يورو في عام 2021، موزعة على 77 منحة بالشراكة مع 149 مؤسسة حول العالم. الممول لأعمال مؤسسة إيكيا الخيرية هي مجموعة إيكيا اللي تقدم حلول مبتكرة لتأثيث المنزل، وتدير أكثر من 390 متجر في 32 دولة. الغرض المعلن للمؤسسة هو تشجيع ودعم الابتكار في مجال التصميم المعماري والداخلي، لكنها مؤخرا أيضا قامت بتوسيع أعمالها الخيرية، وأضافت إلى أهدافها هدف آخر اللي هو خلق حياة يومية أفضل للعديد من الناس وحماية كوكب الأرض. طريقة عمل المؤسسة هي تقدم منح مالية وتدعم المؤسسات الخيرية الأخرى المتخصصة وذات الخبرة والسمعة الجيدة في مجالاتها. ركزت عملها على دعم المؤسسات المعنية بالشباب والنساء واللاجئين، واللي تسعى لخلق مصدر دخل لهالفئات من خلال الزراعة وريادة الأعمال. ومع اهتمام المؤسسة بتحسين الوصول إلى الطاقة المتجددة واتخاذ الإجراءات المناخية للحد من آثار التغير المناخي، وتعد هذه المؤسسة واحدة من المؤسسات الفاعلة في مساعدة اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش. الوقف حياة. إلى اللقاء. الوقف حياة. الوقف معيل لا يمضى كالمطر يدا يسقينا بالغيث الأعدى. بالوقف تقوم حضارتنا وتضيء الكون منارتنا. بالوقف تقوم حضارتنا وتضيء الكون منارتنا.